السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير، كيف حال يومكم اليوم؟ الحمد لله، أتمنى أن تكونوا بخير دائما. معكم معلمتكم منال صالح الغريب، معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالباتي في الصف الثالث ابتدائي الرائعين، معي في مادة لغتي الفصل الأول. فأهلا وسهلا بأحبابي معي في حرف الثاء. مجال المستهدف هو المجال المعرفي، أما المجال المساند هي المهارات الحركية الدقيقة. أهداف الدرس الذي أسعى معكم إلى تحقيقها: أولا أن يحفظ الطالب والطالبة شكل الحرف ثاء، ثانيا أن ينطق حرف ثاء بالحركات فتحة ضمة الكسرة، ثالثا أن يستخرج الطالب والطالبة الحرف ثاء منفصل وجزءا من الكلمة، رابعا أن يسمي الطالب والطالبة صورا تحتوي على الحرف ثاء، أخيرا أن يكتب الطالب والطالبة الحرف ثاء منفصل وجزءا من الكلمة. أهداف الدرس الذي أسعى معكم إلى تحقيقها بإذن الله، ونسأل الله أن يوفقنا فيها. أبدأ درسي معكم بقصة قصيرة، مستعدين لسماع القصة؟ ذهبت ثريا إلى الغابة لجمع الثمار، وكانت ترتدي ثوبا أحمر جميلا، وأثناء سيرها شاهدت ثعلبا بفرو جميل وثعبانا يزحف على العشب، وفجأة وجدت حبات ثوم ملقاة على الأرض، فرحت بها ووضعتها في سلتها. سأقرأ القصة مرة أخرى. ذهبت ثريا إلى الغابة لجمع الثمار، وكانت ترتدي ثوبا أحمر جميلا، وأثناء سيرها شاهدت ثعلبا بفرو جميل وثعبان يزحف على العشب، وفجأة وجدت حبات ثوم ملقاة على الأرض، فرحت بها ووضعتها في السلة. ما اسم البنت؟ ما اسم البنت التي كانت في قصتي؟ ممتاز، ثريا، أحسنتم. إذن البنت اسمها ثريا، رائع. ماذا تلبس ثريا؟ ماذا كانت تلبس ثريا؟ ثوبا، أحسنتم، ثوب. إذن ثريا كانت تلبس ثوب، ثوبا أحمر جميلا، أحسنتم. طيب ماذا شاهدت ثريا في الطريق؟ من يخبرني ماذا شاهدت ثريا أثناء سيرها في الطريق؟ شاهدت شيء، ما هو؟ ماذا شاهدت ثريا؟ شاهدت ثعلب، وأيضا ماذا كان يزحف على العشب؟ ثعبان، أحسنتم. إذن ثريا شاهدت ثعلبا ثعبان. بعدين ثريا فجأة كذا وجدت شيئا على الأرض، ماذا كان الذي وجدت ثريا؟ ما هو هذا الشيء الذي وجدت صديقتنا ثريا؟ ممتاز، ثوم، ثوم، أحسنتم أبنائي وبناتي. طيب ممتاز، إجاباتكم صحيحة. خلونا نلاحظ إجاباتنا اللي وجدناها من القصة، استنبطناها من قصتنا. كلمة ثريا، أيضا ثوب، وثعلب، وثعبان، وثوم. كل هذه الكلمات، لاحظوا، ثريا، ثوب، ثعلب، ثعبان، ثوم، أحسنتم. هذه الكلمات التي قرأناها واستنبطناها من قصتنا جميعها تبدأ بحرف،
هو ضيفنا لليوم، حرف ماذا يا ترى؟ هل اكتشفتم الحرف؟ رائعين، هو حرف الثاء. ثاء، حرف الثاء. حرف الثاء كم نقطة فوق رأسه؟ لاحظوا كم نقطة فوق حرف الثاء. هيا نعد هذه النقاط. 1. إذن هذه النقطة الأولى، وهذه الثانية، وهنا الثالثة. لاحظوا ث ث ثلاثة، ث ث ثلاثة. إذن حرف الثاء كم نقطة يحمل؟ ث ث ثلاثة. ممتازين، إذن هذا هو حرف الثاء. أيضا كأنه ماذا؟ أحسنتم، كأن صينية، ولكن كم نقطة فوقه؟ أحسنتم، 3 نقاط. ثلاثة، ممتازين أبنائي وبناتي، رائع. إذن هذا هو حرف الثاء. ما رأيكم لو جربنا تتبع الحرف على الشاشة؟ حرف الثاء يشبه الصينية، معذرة، يشبه الصينية، فوقه 3 نقاط، فوق الحرف 3 نقاط. أحسنتم، هيا نشاهد، هيا نشاهد كيف يخرج حرف الثاء من فمي. من وين يخرج؟ من وين مخرجه؟ إذا عرفنا المخرج الصحيح نطقناه بشكل صحيح. انظروا معي هنا إلى مخرج حرف الثاء. لاحظوا اللسان، حركة اللسان تكون ماذا؟ يخرج من بين أسناني. لاحظوا ث ث، جربوا معي، رددوا ث. لاحظوا كيف اللسان يخرج قليلا، بس طرف، بس بسيط. لاحظوا بس الطرف البسيط هذا الأول اللي قبل الخط الأخضر، نقول ث ث. معي مرة أخرى، لاحظتم كيف؟ بس شيء بسيط أطلع برا، بسيط مرة من اللسان، طلعوا شيء بسيط ورددوا معي ث ث. لاحظتم؟ إذن ها هو مخرج حرف الثاء، بس قطعة صغيرة من اللسان تخرج هنا وأردد حرف الثاء. ث، صعب علي أدخل لساني وأقول ث ث، ما يطلع صح. لازم ماذا؟ لازم أطلع طرف من اللسان وأقول ث ث. ممتاز، أحسنتم، هكذا يصبح مخرج الحرف صحيح. طيب لو قلت لكم أي حرف من الحرفان الظاهران أمامكم هو حرف الثاء الذي يحمل، قلنا سابقا، كم نقطة؟ ممتاز، 3 نقاط. أيهم يا ترى الذي يضع فوقه 3 نقاط؟ الحرف الأول، شاهدوا كم نقطة؟ هل تمكنتم من معرفة أي حرف؟ أم الحرف الثاني؟ أيهم أستطيع تلوينه؟ لأنه هو حرف اليوم، وهو حرف الثاء الذي يحمل فوق رأسه 3 نقاط. ممتاز، الحرف الأول هنا هو حرف الثاء. إذن لونا الحرف اليوم وهو حرفنا، حرف الثاء. إذن حرفنا لليوم كان حرف الثاء. أما الحرف الثاني هو حرف الباء، لأن النقطة أين؟ في الأسفل، ليس حرفي حرف الثاء. ضع دائرة على حبات الثوم التي كتب عليها الثاء. ثوم، طيب هنا الحرف بالأسود، هل هو هذا الحرف الأسود هنا؟ هل هو حرف الثاء؟ ثاء الذي يخرج قليلا طرف من طرف لسان، من طرف اللسان من بين الأسنان. أيضا هل يحمل فوق رأسه 3 نقاط؟ أبدا، لا يوجد إلا نقطة واحدة ولا يشبه حرفنا اليوم هنا. طيب في حبة الثوم الثانية حرف الثاء، هنا الحرف اللون الأحمر، هل هو حرفي حرف الثاء؟ هل هذا الحرف الموجود باللون الأحمر حرفنا لليوم الذي تعلمنا الذي يحمل فوق رأسه 3 نقاط؟ صحيح، إذن سأرسم دائرة جميلة على حرف الثاء حول قطعة الثوم الذي تحمل حرف الثاء هنا. طيب الحرف الأصفر هذا، هل هو حرف الثاء الذي يحمل فوق رأسه 3 نقاط ويشبه الصينية؟ أحسنتم، لا، نعتذر منك يا الحرف الأصفر. طيب هنا الحرف الأخضر، ما هو؟ من يخبرني؟ من يصف لي شكله؟
لونه أخضر، ماذا يشبه؟ أحسنتم، يشبه الصينية. كم نقطة يحملها؟ من يستطيع أن يعد لي؟ 1، 2، 3، رائع. إذن هل هو حرفي؟ حرف الثاء. ممتاز، نعم حرف الثاء. سأخبركم، إذن حرف الثاء كم نقطة؟ أحسنتم، يحمل 3 نقاط. أما هنا الحرف الأزرق، هل هو حرفي حرف الثاء؟ أحسنتم، مستحيل، لأنه لا يشبه حرفنا أبدا. ابحث عن الصور التي تبدأ بحرف الثاء. الصورة الأولى هنا صورة ماذا؟ صورة وردة. ووردة، هل يظهر حرف الثاء في أول الكلمة؟ وردة. ووردة، لا يوجد حرف الثاء، صحيح؟ أحسنتم، إذن لا حرف الثاء هنا غير موجود. طيب الصورة هنا الثانية، ماذا تشاهدون هنا؟ ثلاجة. أغلقوا عيونكم قليلا، حاولوا ترديد الكلمة حتى نعرف ما هو الحرف الأول. ثلاجة، هل ظهر حرف الثاء في أول الكلمة؟ ممتاز، نعم ظهر حرف الثاء، أحسنتم، إذن سنضع ثلاجة على اللوحة الخاصة بنا، خاصة بحرف الثاء. طيب هنا ما هذا؟ كرة. أحسنتم، كرة. هل يظهر حرف الثاء في كلمة كرة؟ كرة. أحسنتم، لا يوجد حرف الثاء. طيب هنا ماذا تشاهدون؟ هذه المكعبات الباردة ماذا نسميها؟ ثلج. ثلج، هل ظهر الحرف الأول بين الأسنان قليلا من اللسان وقلنا ث؟ ممتاز، ثلج، إذن ثلج أيضا تبدأ بحرف الثاء، أحسنتم. طيب هنا الصورة الأخيرة صورة ماذا؟ صورة طبلة، رائع، إذن طبلة لا تبدأ بحرف الثاء. لقد وصلت معكم أبنائي وبناتي إلى نهاية درسنا لليوم، تعلمنا حرف جديد ومختلف، ما اسم هذا الحرف؟ ث، أحسنتم، ث. إذن ما رأيكم لو قمنا بجمع كلمات تبدأ بحرف الثاء؟ وسنشاهد من أكثركم يجمع كلمات، أقل شيء أقل شيء جيبوا لي كلمة واحدة. أحسنتم، إذن أنا أنتظر حماسكم وألقاكم على خير بإذن الله، معكم معلمتكم منال صالح الغريب.